ثم أما بعد، تأنيف حديثنا عن القرآن. وقد كان الكلام فيما سبق في حول مستهل ومفتتح سورة الرحمن من قوله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبرحمته جل وعلا كما سبق بيانه، برحمته جل وعلا علم وخلق وهدى سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فكان هذا العبد الإنسان عبدا لله الرحمن، بما أن الله جل وعلا خلق، وبما أن الله جل وعلا علمه ما ينبغي أن يعلم من القرآن ومن البيان. فرحمة الله جل وعلا كما سبق بيانه تجلت فيما تجلت فيه في تعليم هذا القرآن. الرحمن علم القرآن، فوصف سبحانه وتعالى نفسه بصفته الرحمن، هذه الصيغة الواسعة، صيغة الامتلاء. فكان تعليمه القرآن لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولبني آدم ممن نالهم حظ القرآن الكريم لفظا وهداية. وذكرنا سبحانه وتعالى بحقيقة الخلق: خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. ونريد اليوم بحول الله جل وعلا أن نقف قليلا عند مقتضيات هذه الكلمات. وقد سبق ما يسر الله جل وعلا من البيان لها. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أخبرنا جل وعلا أنه كلمات الله، أنه كلمات الله، وأن هذه الكلمات كما بيناه قبل إن هي إلا مداخل للابتلاء العملي، على ما بيناه من قوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. فما من آية من كتاب الله جل وعلا إلا وهي كلمات تحمل عملا للناس يبتلون به، أي أنهم يدخلون في عمل تقتضيه تلك الكلمات من كلمات الله جل وعلا مما أنزل من القرآن الكريم. فذلك هو المقتضى الذي يقع بقلب العبد الذي نوّر الله جل وعلا قلبه ببصيرة القرآن الكريم كلما قرأ آية أو آيتين من كتاب الله. فالإنسان حينما يستمع إلى هذه الكلمات وينصت إلى كلام الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى يتكلم من علو جل وعلا بهذا القرآن، بما أنه جل وعلا الرحمن، هذه الرحمة الواسعة الفياضة التي لا تنقطع، الرحمن على صيغة فعلان، يعني صيغة المبالغة الفياضة الممتلئة، الرحمة التي تفيض بلا انقطاع وبلا حصر. وكان من ذلك أنه سبحانه وتعالى علم القرآن. فالقرآن رحمة من رحمة الله، رحمة لا تنقطع فياضة. القرآن هو رحمة من الله، رحمة من الله بما وصف نفسه سبحانه باسمه الذي هو من الأسماء الحسنى ومن أجل الأسماء الحسنى الرحمن. يعني هذا القرآن راه فيض عظيم جدا، يعني فيض لا ينقطع،
رحمة واسعة تمتد من السماء إلى الأرض لا تنقطع أبدا، ولا يكاد يشبع منها الإنسان المؤمن كلما ذاق حلاوة الإيمان وكلما استمع أو أنصت أو تلا هذا القرآن الكريم. فهذا هو الله ربنا جل وعلا سبحانه رحمن، أفاض على العالمين بهذا القرآن. فسننظر إلى يعني مقابلات عجيبة ولطيفة بين ما يقوله الله جل وعلا وبين واقعنا نحن إزاء هذه الكلمات. وهذا هو الابتلاء الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم، الابتلاء الذي ينبغي على المؤمن أن ينجح فيه كما نجح إبراهيم عليه السلام فأتمهن. فربنا سبحانه جل وعلا نتعرف إليه الآن من خلال هذه الكلمة، يعرف جل وعلا بنفسه ويقول بأنه هو الرحمن. الرحمن يعني الكلمة الابتدائية الأولى التي ابتدأ بها الصورة، فكأن سائلا يسأل عن الله من هو جل وعلا فيجيب تعالى الرحمن، كأنه يقول لك هو الرحمن بهذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة الواسعة التي نالت المؤمن والكافر. والكافر هكذا يقول المفسرون في التمييز بين الرحمن والرحيم، أن اسمه جل وعلا ووصفه تعالى بأنه الرحمن يعني الرحمة الفياضة التي نال منها المؤمن حظا عظيما ونال منها الكافر أيضا حظا عظيما من حظوظ الدنيا. فبرحمة الله بما هو الرحمن أفاض جل وعلا على الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم بالأرزاق والخيرات وكل متع الدنيا، وميز المسلمين برحمة الآخرة فكان بهم رحيما. فكلمة أو اسم الرحيم خاص بالمسلمين بل بالمؤمنين، والرحمن هو لكل العالمين. فبهذا الاسم العظيم الرحمن يتكلم الله جل وعلا ويصف نفسه، وبذلك أي بهذا الوصف أفاض على العباد برحمة القرآن، أي أن القرآن متاح للمؤمن وللكافر وليس بعيدا عن أي من أراد أن يهتدي حقا أو أي من أراد أن يتخذ مسلكا وسببا إلى الله جل وعلا، فهو رحمن بالعالمين. ثم قال جل وعلا خلق الإنسان. خلق الإنسان، كلمة الخلق هذه العجيبة الغريبة التي لا يستطيع أي إنسان أن يصل إلى كونها، سواء أحد ما يقدر يوصل الحقيقة ديال كلمة خلق فعلا كانت أو مصدرة. هذا خلق الله اسم لكل الخلائق، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولا أحد يستطيع أن يدعي أو أن يزعم أنه خلق شيئا. وقلت مرارا وتكرارا إنه من الباطل أن ينسب إلى الإنسان لفظ الخلق أقول ولو مجازا، يعني بالنسبة للمؤمن من الأدب مع الله تعالى أن لا يسمي فعله أي الفعل البشري خلقا كما يصنعه بعض الناس اليوم في بعض مجالات الثقافة والأدب اليوم، قلوا الخلق والإبداع، لا، الخلق لفظ غيبي غيبي متعلق بفعل من أفعال الله العظيم، لأن الخلق هو أحد أمرين، إما التكوين من عدم فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،
وهذا مستحيل على الإنسان، لا أقول على أن يفعله، لا، على أن يتصوره. يعني مجرد أن الإنسان يتخيله ما يقدرش، ماشي أنه يعني الإنسان مستحيل عليه يديره، لا، يعني هذا مستبعد، يعني لا، يعني شيء لا يمكن عقل ولا وكان أن يخلق الإنسان فيه. ولكن الأدهان ذلك أنه لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع أن يتصور الخلق من عدم، ما يقدرش يتخيله. لما؟ لأن هذا مين الذي يصدر منه الخلق الإلهي أمر مستحيل عقلا تصوره، وهو العدم. العدم حتى واحد ما يقدر يتخيل العدم، الذي يسمي المناطقة بالثالث المرفوع، أمر غير قابل للتصور ولا للتخيل، لأن كل ما تتخيله بعقلك حتى وإن لم يكن موجودا فليس بعدم، ولكنه من الممكنات كما يعبر المناطقة. أي حاجة قادر تخيلها وخا ما كيناش راه ما كتسماش عدم. فهذا العدم الرهيب الذي يعني منه خلق الإنسان وخلق كل شيء، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال جل وعلا شيئا مذكورا، وصفه ونعته. لأن الشيء الذي يمكن أن يذكر لا يكون عدم، لا، هذا شيء لا تستطيع أن تجد له ذكرا ولا اسما ولا وصفا ولا على سبيل التخيل والتوهم. هذا الخلق قلت هو أحد أمرين، إما هكذا وهو من الأمور التي تتعلق بفعل الله سبحانه، وهذه من المستحيلات العقلية على البشر، ولذلك يعني هؤلاء الربوبية، هذا معنى الرب سبحانه وتعالى، الشيء الذي لا تستطيع أن تقترب من فعله ولا من وصفه حقيقة ولا مجازا، لا تستطيع. هذا الربوبية القهارة أنه خلق من عدم وخلق نوعا آخر من الخلق، وهو التحويل، أي أنه يجعل من الشيء شيئا، كما خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من طين. فكيف تتخيل بعقلك وكيف تتصور أن الطين يتحول إلى كائن بشري؟ طين، بل طين رديء من حمأ مسلوق، حمأ، وهو الطين الذي تعفن، طين المتعفن، تكون رائحته مسنونة نتنة ما تقدرش تشمه، كطين المجاري من المياه الواسخة. من ذلك خلق الله جل وعلا الإنسان، والإنسان غاية في الجمال، فأخرج يعني كمال الجمال من نقيضه تماما، وهو العفونة والنتونة، حمأ مسنون. فكيف تتخيل أن هذه الطينة، الصلصال، الحمى المسنون، يتحول إلى هذا الجمال العجيب الرهيب؟ كيف للطين أن يتحول إلى دماغ لطيف ذي خلايا وذي دقائق وشعيرات حساسة فيها ما فيها من عجائب وغرائب، وإلى مسالك دموية وشعيرات دموية وشرايين، وإلى عيون تنصر وتدمع وتلمع، وإلى قلب ينبض، وإلى غرائب وعجائب، وإلى معاء، وإلى وإلى وإلى. خلق الإنسان، وحينما خلقه لم يهمله بل علمه، علمه. وتعليم الله جل وعلا تعليم على أكمل ما يكون التعليم، وقال جل وعلا علمه البيان، يبين عما في داخله. يعني هذا الشيء الغريب حقيقة، يعني وظيفة اللغة، وهذا من دقائق الدرس اللساني المعاصر، من الأشياء التي ضل فيها أقوام من بعض اللسانيين المحدثين، اللغة بيان،
لأنه شيء عجيب حقيقة، يعني نتأمله في أنفسنا جميعا، ما تحتاجش الكثير من العلم باش تفهم هذه الأمور هذه، لا، لأن أمور نفسية تأملية. شوف سبحان الله، إنشاء كلام بداخلك، عندك الكلام الداخل، مونولوج كما يعبرون، داخلي لا يشعر به أحد، ثم أعطاك الله وسيلة تنتج بها تلك المعاني بعدما كانت قد تم إنتاجها نفسانيا، وتخرجها كيف لتوصلها إلى الآخرين لتقع بقلبه. يعني عندك إحساس داخلي كتهزه من الداخل ديالك وتحطه في قلب ديال صاحبك بآية البيان. شيء عجيب جدا، شيء غريب، يعني لأنه العادة كما نقول دائما تقتل الحس والإحساس، حاجة تعودناها، يعني ما تبقاش تبان لك غريبة، وهي من أغرب الأشياء ومن أعجب الأشياء، لأن اللغة تعبر عن الأذواق، كيفاش كتشعر، كيفاش كتحس، عن المعاني الواقعة بالقلب، وهي البيان، وتبين عما بداخلك وعما تشعر به، تنقله إلى الآخر وتجعله يحس كما تحس ويشعر كما تشعر، رغبا ورهبا، إما أشياء من المفرحات التي تسر التي ترجي، أو الأشياء من التي من المخوفات أو المحزنات أو إلى آخره، يعني كتجعل كتعطيه إحساس اللي عندك، يعني كالتيار الكهربائي، كما أنه هنا تنقله إلى هنا بواسطة الأسلاك، كذلك تنقل هذه الأحاسيس والحرارات بواسطة الكلمات، وهذه منة من أعجب المنن، خلق وعلم سبحانه وتعالى. فكان الإنسان، هذا الإنسان ماذا يقتضي ذلك؟ يقتضي بصورة طبيعية تلقائية أن يكون هذا الإنسان عبدا لله، وهذا مربط الفرس كما يقولون، وهو الذي يعني أردنا أن نصل إليه، من الأمور التدبرية التي تجعل الإنسان إذا تلقى هذه الكلمات ثقالي المنن، يعني واحد الخير واحد الفضل عمل الله، الإنسان ثقيل ثقيل ثقيل، ينزله الرحمن على كتفيك فتنهد الكتفان، ما بقاش قادر يهز الإنسان يطيح، إنه هذا يعني منن عظيمة، الرحمن فيض عظيم من الرحمن، أنا أرى لك الطريق بهذا القرآن، وأنا أرى الكون كله به، واذكرك بأنه قبل ذلك خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، وعلمك لتستطيع التواصل وتستطيع التعايش مع بني جنسك جميعا، بيان. فكيف يكون الإنسان بين يدي خالقه لا يكون إلا عبدا، عبد. ولكن حينما نرى واقعنا فعلا نجد أنفسنا مقصرين في هذه العبدية، بل نجد أنفسنا في بعض شرائحنا متمردين، هذا المشكل. فلذلك قلت هنالك مقابلات، الرحمن رب العالمين رحمن يفيض برحمته على العالمين، رحمة بعد رحمة، رحمة بعد رحمة، الناس متمردون على الخالق العظيم، متمردون على هذا الرحمن الذي أفاض عليهم برحمته، متمردون على هذا الرحمن الذي علمهم القرآن وجعلهم ميسرا بين أيديهم في كل مكان، ولا تزداد الأيام إلا تجلية وبيانا لهذه الحقيقة العظيمة. كلما تقدمت العصور ازدادت ساعة القرآن وضوحا للعالمين، سبحان الله العظيم، فعلا القرآن في كل وسائل الاتصال ميسور في كل مكان، الهواتف النقالة، تليفون ديال المحمول صارت تحمل المصاحف الآن في كل مكان، مكتوبة ومتلوة ومسموعة ومرئية، لا تكاد تجد وسيلة اليوم من الوسائل التقنية والإلكترونية المعاصرة إلا ويمكنك أن تحملها كل القرآن،
وأن يصل القرآن إلى كل مكان، وقد وصل إلى كل مكان. شيء عجيب، عجيب حقيقة، ويكاد بالقطع. لما يكاد هذه؟ القرآن هو الوثيقة الوحيدة التي يمكنك أن تجدها ميسرة في كل مكان. فين ما مشيت في العالم ترى القرآن، اطلب القرآن تلقاه، اطلبه تجده. وقد يسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ لقارئ العربية ولغير قارئ العربية، لا تكاد تجد لغة اليوم إلا والقرآن قد اقتحمها بمعانيه وحقائقه التي إذا وقعت في القلب جعلت الإنسان ينبهر ولو لم يكن يعرف بيان العربية. حقيقة هذا أمر شاهدناه في غير ما ظرف وفي غير ما مكان. فبدل أن يكون الإنسان عبدا لهذا الرحمن جل وعلا، بهذه الرحمات المتتاليات من تعليمه القرآن وخلقه الإنسان وتعليمه البيان، نجد الإنسان يتمرد، لا تكاد تصف أو لا تكاد تجد وصفا أدق تعبيرا عن حالة الإنسان اليوم من كلمة التمرد، متمرد. نعوذ بالله، كما كان الشيطان من قبل شيطانا مريدا، ويتبع كل شيطان مريد. مريد يعني عصيان، عصيان فيه من الكبر وفيه من الظلم وفيه من الجهل ما لا حد له وما لا حصر له. إبليس الذي عصى رب العالمين وكان بعصيانه ذلك متمردا، لأنه لما وصف بالتمرد؟ لأنه يعرف الحقيقة كاملة، ما عنده حتى يعني ميلين ديال العذر، يعرف الله حق المعرفة ويخاطبه ويحاوره، ما عندوش مشكل ديال يعني الله غائب عنه وخصو الاستدلال، لا أبدا، كانت عنده معاينة، وهو قريب من الملأ الأعلى ويرى الملائكة. وقصة آدم عليه السلام مع إبليس اللعين واضحة لكل الناس أجمعين. فعصيانه كان تمردا، تمرد. الإنسان اليوم في هذا الزمان في كثير من أحواله يتمرد، وبما نعلم التمرد من العصيان العادي حينما يصل الإنسان إلى درجة أو إلى دركة بالأحرى إلى دركة مناقضة الفطرة وخرم الفطرة. الإنسان اليوم بعصيانه، ما بقاش العصيان في هذا الزمن عادي، كان من قبل كل أنواع الفساد كانت، ولكن يعني شكلها اليوم وإخراجها مختلف تماما عما سبق من الأزمنة جميعا إلى عهد آدم. العصيان اليوم خرق للفطرة. ما معنى خرق للفطرة؟ أي أن الإنسان الآن يكسر الآدمية، كيهرس معنى آدمية، معنى الإنسان، كيخسره، كيخسر الشغل ديال رب العالمين سبحانه وتعالى من الرحمن الرحيم. يعني الله عز وجل خلق فسوى، رب تعالى خلق وقد شغله صوبه سبحانه وتعالى، خلق فسوى تسوية، كل شيء مقاد منظم على فطرة نظيفة. فكيجي إبليس اللعين ويوسوس بتمرده للإنسان، لا أن يعصي رب العالمين وحسب، ولكن يوسوس له أن يتمرد عليه. الفكر المعاصر الآن متمرد، يعني جحود الألوهية، إنكار البعث، يعني كل هذه الأحوال تمرد رهيب على الخالق في الله. ثم هذا يعني التناقض الخطير الذي عند المسلمين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شكلا، ولكن خرق كل حقائق الدين واقعا وبصور فظيعة تحطم قيم الأخلاق الإسلامية، تحطم مبادئ الإسلام في الممارسة العملية. تمرد على الخالقية، وربي خلقك باش تكون عبد ديالو، خلقك، وإلا يعني كان يمكن أن لا يخلقك، وهو سبحانه وتعالى
يفعل ما يشاء ويختار. فكيف لمخلوق ماشي ديال راسه ديال مولاه اللي خلقه، هو أوجدنا من عدم، كيف لمخلوق أن يجاهر بالمعاصي الرهيبة؟ مش حتى كيخبع راسه الآن، يجاهر بالمعاصي الرهيبة. هذا تمرد رهيب وعجيب وغريب ومخيف. فالله سبحانه وتعالى يتحبب إلى خلقه بالنعم، والعباد يتبغضون إلى خالقهم ليس بالمعاصي اليوم فقط، ولكن بالتمردات، بالموبقات الرهيبات المخيفات. هذا الإشكال فعلا. فهذا التمرد الذي يمارسه الإنسان يهدد مصيره الدنيوي والأخروي معا، نعوذ بالله. فلذلك مسلك النجاة أن يسارع الإنسان إلى ممارسة العبدية، إلى الدخول في ظلال رحمة الله جل وعلا بأن يكون له عبدا. كيف ذلك؟ هو مقتضى هذه الكلمات من سورة الرحمن، كلمات الأوائل، ففيها عمل، فيها خدمة، فيها ابتلاء، كما في قول الله جل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه كلمات الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نقطة انتهى، كلمات للعمل. فالمؤمن إذن بين أمرين، بين تعلم القرآن وتلقي القرآن، وبين بيان لحقائق القرآن. فالله جل وعلا حينما قال الرحمن علم القرآن، وجب علينا إذن أن نتلقى هذه الكلمة، أن نتلقى رحمة الله القرآن الكريم. ونحن الآن إزاء أو على مشارف شهر رمضان في الأيام الأواخر من شعبان، نستقبل شهر القرآن لندخل هذه التجربة الإيمانية من جديد. عسى أن تنفتح القلوب لهذه الحقيقة العظيمة، فنتلقى القرآن قطرة قطرة، كما تتلقى أو كما يتلقى المريض قطرات الماء، فينبعث من جديد. فحينما إذن نتلقى هذه الحقائق، إذا اصطبغت في قلوبنا وتلقينا حقيقة وتعلمناها حقيقة، ليس تعلم ألفاظ وحسب، ولكنها يعني ولكنه تعلم حقائق إيمانية، تعلم خطاب رباني رحماني يقع بقلب العبد قبل أن يقع بلسانه، فهو شيء عظيم حقيقة. حينما يصير القلب مخاطبا بهذا القرآن ومستجيبا لحقائقه ويتعلمه، يتعلم حكمه كما يتعلم أحكامه، ويتعلم لطائفه الإيمانية كما يتعلم ألفاظه الرحمانية. إذا وقع هذا بالقلب حقيقة، صار القلب مليئا عامر، وإذا صار مليئا بحقائق الإيمان لا يستطيع إلا أن يبين إنسان هذا طبيعته. لما يعني تكون عنده معاني غريبة وعجيبة في قلبه يشعر بحلاوتها، يعني اللسان يسارع إلى الحديث عن تلك الحقائق وتلك الأشياء، لأن الإنسان يعني مولع فطرة، فطرة مولع بالحديث عما يستغرب. ولذلك الطبائع أو انتشار الأخبار بين الناس يكون هكذا. علاش الخبر مرة واحدة كيدير بين الناس؟ لأنه لما كيوقع أول مرة يكون فيها الغرابة، شي حاجة عجب، هذا معنى كونه خبرا، شي حاجة لأول مرة يسمعها الإنسان، فيه شيء من الغرابة. فحينما يتلقى الإنسان يتفاعل معه، يجي شيء غريب فيحب، يجد نفسه مندفعا للحديث عما يستغرب، لينقل تلك الغرابة وتلك الحالة النفسية إلى الآخرين، لأنه يعلم شوق الناس إلى تلقي مثل هذا، فينتشر الخبر بهذه الطريقة. فكذلك القرآن شيء غريب غريب غريب
لمن أدرك أسراره. مجرد ما يبدأ الإنسان في اكتشاف حقائق القرآن الكريم يشعر بأنه يجد شيئا جديدا، ليس فقط ما كان يتلوه كل يوم من هذه الصورة أو تلك أو من هذه الآية أو تلك، بل يجد أنه كأنه يتعلم هذه الآية لأول مرة ولو كانت سورة الفاتحة أو الإخلاص المعوذتين، يجد أنه يكتشف حقائق لأول مرة، فيقع ذلك بقلبه موقع الخبر، موقع النبأ، النبأ العظيم، فلا يكاد قلبه يتحمل ولا يطيق تحمل هذه الحقائق العظيمة التي تقع بقلبه، فسرعان ما يتحول ذلك جميعا إلى سلوك في جوارحه، في نطقه، في سمعه، في بصره، في يده، في رجله، يتحرك بالقرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذا بيان يبين الإنسان ليس بلسانه فقط، يبين بمقاله وبكل جوارحه، بيان الحال، أحوال تفيض على سلوك الإنسان فيمين، علمه البيان، فهو بين تحمل وأداء. هذه الأمة الحقيقية المسلمة أمة رسالية وليست خاملة ميتة كما هو حالها في كثير من جوانبها اليوم. أمة رسالية تحمل رسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بما؟ بالقرآن، وإلا فلا. لكن بشرط أن تتلقى القرآن تلقيا حقيقيا، أن تتعلم الآيات تعلما حقيقيا، فإذا تعلمت، إذا وقع ذلك بقلبها، فاضت بالخيرات والبركات على العالمين أجمع. والإنسان مطالب بما هو عبد لله، مطالب شرعا بأن يدخل في هذه التجربة، تجربة تعلم القرآن وتلقي القرآن تلقيا حقيقيا، من أجل أن يفيض قلب هذا العبد المتعلم بالبيان. هذه حركة الإنسان من يوم أن يتلقى التكليف إلى أن يموت، ويكون بذلك عبدا على أتم ما تكون العبودية وعلى أكمل ما تكون الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كل هذا في هذه الكلمات: الرحمن علم القرآن. فهل تعلم القرآن؟ هذه مشكلته. حتى ولو استظهرناه صورة صورة، آية آية، فينبغي أن نسأل أنفسنا حقيقة: هل تعلمنا القرآن؟ حينما ترى حافظا لكتاب الله ظاهرا ولكن لا ترى عليه أثر الإنسان المستغرب، يعني الذي يفيض بحقائق الإيمان، ليس متعلما للقرآن بمقتضى هذه الآية، ما متجاوبش مع هذه الآية، يحفظ شكلها فقط لكنه ما وجد حقيقتها، ما تلقى القرآن قط ولا تعلمه إطلاقا. حينما تتعلم آية واحدة، مشيت من مشي حزب، آية واحدة إذا تعلمتها والله لا تكاد الدنيا تسعك، ما تكفيكش الدنيا، كتوجد بأن البحر يضخ أمواجه بقلبك، يحصل لك هيجان، أحوال متدفقة، عندك سورة الإخلاص، عندك سورة الكوثر، جوج ثلاثة الكلمات من القرآن، لكنها بحر من الحقائق الإيمانية ومحيط هادر من المعاني التي تملأ قلبك ووجدانك، تجدي الديك ورجليك وعقلك، كل كيانك، كل جوارحك تريد أن تستجيب لهذا الخطاب القرآني العظيم، وتريد أن تجعل ذلك سلوكا في نفسها وفي ما حولها. يشعر الإنسان بواحد الحقيقة عجيبة، وهو أنه يصطدم بكل التمردات على الخالق العظيم، كتشوف المخالفات الشرعية والمخالفات الدين في الواقع الاجتماعي ديال الناس، يعني لا تكاد تتحمل. هؤلاء فعلا يشعرون أنهم ناس؟ أنحن فعلا بنو آدم؟ أنحن فعلا مسلمون؟ يعني إنسان لا يكاد يطيق أن يشاهد هذا الفرق الصارخ بين رحمة الله الواسعة المتدفقة على قلوب العباد وبين ممارسة الناس الغافلين عن ذكر الله. فالإنسان العبد حينما يتلقى القرآن راه الأحوال دياله تصبح ملتهبة، هل نشعل فيه العافية،
تصبح ملتهبة. ولذلك لا يكاد يستطيع ولا يعني يقدر على أن يبقى دون أن يبين من غير خطره يبين علمه البيان ويدخل في العبدية بشكل مباشر يكون عبدا لله. وذلك مدرج النجاة، هذه الطريق ديال النجاة للعبد. فلو فعلا تلقينا القرآن هكذا في تلاوتنا يتلونه حق تلاوته في مدارستنا ويتدارسونه فيما بينهم في تدبرنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في كل ما وصف به فعل الإنسان في القرآن إذا القرآن لو تلقينا القرآن هكذا لكان حالنا شيء آخر ولكانت أمتنا شيء آخر بالفعل. رمضان فرصة حقيقية فعلا، الله جل وعلا شرعه لنا شهر في السنة من أجل هذا بالدرجة الأولى، ثم من أجل ما بعده من الكرامات والفيوضات الرحمنية. هو دورة روحية باش الإنسان كيجدد راسه. اللي دخل رمضان عليه وخرج ولقى راسه كما كانوا قبل بلا أسوأ، فما صام ولا عرف ما رمضان، والله ما عرف ما رمضان. رمضان شرعه الله ليجدد الإنسان نفسه، ليراقب ليراجع الإنسان من فاته مع نفسه ومع ربه. وهي لحظة للتوقف يعني شكلا، ولكنه سير على المستوى الروحي عظيم. إنما تتوقف بمعنى تدبر التأمل والمراجعة والمحاسبة. وهذا الطريق لن ينفتح لأي عبد إلا ببرنامج قرآني دقيق يجعله كل واحد لنفسه مع نفسه. ما تكتفيش بصلاة التراويح، التراويح شيء جيد ومشروع طيب، ولكن اجعل لك وردا من القرآن خاصا بك وعلى خاطرك بلا زربة تتدبر فيه الآيات، ولكن على سبيل أنها كلمات كما وصفنا في الحصتين السابقتين، على أن كلمات تعمل مع القرآن أنه يتكلم معك أنت. وكل آية ماذا تقتضي؟ ها أنت قد قرأت الرحمن، علم القرآن، علمني أنا، أنت الإنسان، أنا كل في نفسه، والله جل وعلا خاطب كل نفس في نفسها بهذا القرآن. ما يبقاش يلعب علينا الشيطان ويقول لك ودي هذا الخطاب راه عام للناس كاملين وأنا نقطة في وسط الناس. لا، هذه الربوبية العظيمة تقتضي أن الله عز وجل إذا خاطب الإنسان خاطب كل نفس في نفسها. ولما تجاوب أنت بعد المنطق مع القرآن تجد ذلك حقيقة، يعني تلقى أن الله تعالى غادي يتجاوب معك، ولكن تجاوب معه أنت. ولذلك في الحديث الصحيح وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، هذا هنا وهذا هنا والآخر هنا والآخر هنا وهذا المسجد وذاك المسجد واللي بعده في العالم كله، كل يصلي وكل يناجي ربه وكل يناجيهم ربهم. شيء عجيب، ملايير من البشر يصلون في وقت واحد، كل واحد صلاته، هذا ظهر هذا فجر هذا عشاء، هذا في وقت واحد، لأنه الأوقات في الكرة الأرضية متراتبة. كل يصلي وكل واحد راه ربي كيتجاوب معاه في تلك اللحظة إذا كان ذلك العبد صادقا. العقل البشري لا يستطيع تخيل هذا، لأنه علاش ما كيتخيلوش؟ لأنه الربوبية، لا يستطيع الجزئي أن يحيط بالكلي، لا يستطيع النسبي أن يحيط بالمطلق عن الربوبية. العقل البشري يعجز إزاءها. وهذه العظمة، هذا الرب العظيم الذي يعني سبحانه يجيب الداعية ويغيث المستغيث ويعين الملهوف ويرزق المسترزق ويفعل ويفعل ويخلق ويحيي ويميت في اللحظة الواحدة، مجيبا ومستجيبا لملايير ملايير الخلائق من النمل وسائر الحشرات إلى الإنسان إلى الملائكة إلى الجن إلى الجمادات إلى المحيطات إلى الحيتان، كل في لحظة واحدة. وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان سبحانه، غير محكوم به، لأنه هو الذي يحكم الزمان، وكل الخلائق تحته محكومة بالليل والنهار. فحينما
تتجه إلى ربك العظيم، رب السماوات والأرض، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، بترقي الآيات من القرآن سيفتح لك الأبواب. غير دق صندقه، دق بصدق والله لا يفتحن لك الباب، ما يسدش عليك، لأنه يجيب الداعي سبحانه كلما دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، الشرط في معنى ظرفي، شرطي استقبالي، إذا دعان يجيب دعوة الداعي، إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحينما تركب سفينة الكلمات من القرآن طرقا لباب الله، تنفتح عليك البركات، تنفتح عليك الخيرات، وتجد أن الله جل وعلا يجاوبك مجاوبة، يطاوعك سبحانه وتعالى برحمته، لأنه الرحمن علم القرآن. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.